الفترة دي نلعب رياضة كتير طبعا، والطاقة دي يا أستاذ محمود غير مهذبة، يعني عارف أما يبقى حد كده طالع أشعر في الشعر وضوافره طويلة، لا نقول لك إيه، هذب شعرك يا أخي، هذب ضوافرك. فهو متساب على الفطرة، فالفطرة بقى جات فيها كل الحاجات دي ملعبكة مع بعض، فيبتدي يتحول إلى سلوك غير مقبول سواء جسدي أو جنسي أو لفظي. طب انصحيني أنا دلوقتي كأب أو أنا أو منى كأم، كيف نتعامل مع الطفل في هذه المرحلة السنية؟ يعني بدءا من 8 سنين لما بيكتشف الاشياء، 8 9 سنين حتى ينتهي من سن المراهقه اللي هو مثلا 6 17 سنه. هو طبعا انا يعني الاب يتعامل ازاي والام تتعامل ازاي؟ هو انا هكلم الاول الام الحقيقه، لان هي اللي بتبقى الكونتاكت بتاعها او الاتصال مع مع الاولاد سواء اولاد او بنات على فكره، عشان الاب ليه دور كبير طبعا. طبعا، بس انا قصدي ان هو مين الملتصق اكتر، هي الام بشكل عام سواء ولد او بنت. طيب فهي مبدئيا احنا بنتكلم في كل المراحل السنيه، طبعا يستحسن جدا احسن سيناريو ممكن ان احنا نبدا من الطفوله الشديده، يعني سنتين ثلاثة بيبقى واعي الولد يفهم. من سن 6 شهور الطفل واعي، مش عارف الصح من يعني عارف عارف كمان يعني تون صوتك. يعني لما انت تبصي لبنتك او لابنك وهو حتى في المشايه لسه ما مشيش ولسه ما بيتكلمش، وتقولي له بلهجه حاده لا ما تعملش كده، تلاقيه اتخض وبص لك لا مش هو ده اللي هو عارفه، يبتدي حتى في لقمه عندهم بقى يبص لك ويحب يبتدي يعمل تاني، بس يبقى عارف ان ده غلط. فبيراقبك ويضحك ويشوف هتعملي ايه. صحيح. لا يعني طبعا الام، اي ام سامعاني هتفهم ده، واي اب مراقب اطفاله عن قرب هيفهم اللي انا بقوله. فاذا انا من وقتها ابدا اربي، ابدا ادي الفضيله ده لا او ده وباصرار. لكن دلوقتي مثلا في الحقيقه طائفه من الاباء والامهات يقول لي طب واحنا بنتعب عشان ايه؟ مش كفايه ان انا مش قاعد معاه طول النهار، كمان وقتي معاه هيبقى نكد، كمان هقول له لا على كل حاجه. لا مش على كل حاجه، بس الحاجات الغلط. لكن هو دلوقتي بقى بالناس للاسف كاباء وامهات ان هو اديله اديله اديله، فبيحصل عنده عدم التوازن، فالميزان بيختل منه حتى يعني من كتر العطاء او من كتر القسوه، هو الاثنين على فكره بيؤدوا للاختلال. صحيح صحيح. فانا عوده لموضوعنا بنقول ان هم ظاهرين جدا، اعلمهم ثقافه العوره، ان هو المنطقه دي ما حدش يمسكها، ما حدش اوعى، ما حدش يخش معاك الحمام، ما تقلعش قدام حد، ما فيش حاجه اسمها احنا ولاد زي بعض. ما فيش حاجه اسمها احنا ولاد زي بعض ولا بنات زي بعض، حتى لو اخوات في بيت واحد. ما ينفعش الكلام ده طبعا، لان هم في الاعمار القليله دي ما فيش ضمير، يعني ما عندهمش النفس اللوامه، او مش هيقولوا لنفسهم الكلام ده، يبقى لازم رقابه شديده جدا. ما ينفعش باب يتقفل عليهم والام مش شايفاهم، ما ينفعش يجيله صاحبه ويختفوا، لا ما ينفعش كلام. فلازم ما يحسوش بالخلوه الامنه بما معناه، لان طبعا ده هيبتدي ان هو يربي عندهم حته الفضول. طب نتعرف على كذا، طب انا كده، طب هو ايه، طب هو كده، طب انا ايه، وهكذا بتبدا الحكايه كده. طب نبتدي، طب نشوف، طب نقارن، طب نعمل، طب نتلامس، طب وهكذا الموضوع يستمر بالطريقه دي. صحيح. دكتور يحيى، يمكن دكتوره هبه اتكلمت على فكره الاسره، خلينا احنا نتكلم عن بقى الرقابه داخل المدرسه. يعني البيت دلوقتي المفروض الام والاب ياخدوا بالهم من تصرفات ولادهم من سن صغير قوي لحد ما يعدوا سن المراهقه. دور بقى المدرسه، يعني المفروض يبقى فيه رقابه اكتر من كده. يعني هو متصل اصلا، هي اب اب اب، في اب في البيت هيبقى في اب في المدرسه، هيبقى في اب في الدوله. الدوله هيبتها مهزوزه تماما، مهزوزه. الشوارع بالعربيات بتقول ان مفيش دوله، شارات المرور بتقول ان مفيش دوله، الورق اللي في الشارع بتقول ان مفيش دوله. ننزل المدرسه نلاقي فيه مدرس ان مفيش اب، نخش البيت نلاقي فيه ممول ان مفيش اب. الاب عباره عن حضور ورساله ورعايه وضبط وربط، ضبط وربط بس، لا رعايه لا. الحقيقه الدكتوره هبه قالت حاجه معلش مهمه جدا جدا، اللي هي انت ابتديت من 8 للمراهقه ليه؟ الدكتوره هبه شاورت على منطقه من شهرين. صح. وبعدين الرساله بتوصل للعيال فعلا من شهرين، وتصور رساله ايه؟ مش بس يعني ان مشايه وحاجات كده، رساله الاحترام. الاب بيحترم ابنه، يحترم ان هو بيقول قدامه، يقول لك لا ما تقولش، او يشاور ده مش فاهم، لا 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 لا، وهكذا. اما الاب يحترم ابنه، الابن هيحترم ابوه. عارف السيد دوت
ده اب 100 100. انت شفت كده في روايه بين القصرين ضرب ابنه كم مره؟ ما ضربوش. لا بس خاف منه، بس كان حضور ساعه ما يخش هيبه. فهيبه الدوله. انت فاكر من 10 12 سنه لما قلت لي نعمل ايه؟ قلت لك نسمع ونسمح ونحتار معاهم. احنا ما بنسمعش، يعني ما بنسمعش اولادنا بيقولوا ايه، وما عندناش مساحه. السماح ده عباره عن مساحه ومتابعه ونحتار معاه. قلت لك لما حد يجي يسالك يسال ابوه على كلمه يقول له يا ابني حبيبي انا مش عارف، اروح حتى القاموس نشوفها سوا. كلمه انا مش عارف بتخلي الولد فرحان، مش عارف كل حاجه كل حاجه كل حاجه. عمليه النصايح الجافه الخارجيه، مستقبلك مستقبلك مستقبلك. يعني كتير قوي من العيال يجوا اقول ممنوع، اقول للاهل كده ممنوع النصايح، اعملوا معروف. يقول ازاي ممنوع النصايح؟ اقول له ما انت نصحته 1412 نفهم؟ يقول لك لا. اقول له يعني هي ال 13 اللي هتنفع؟ نشوف سكه ثانيه. فكلمه الحضور، كلمه الهيبه اللي انت استعملتها دلوقتي دي مش موجوده لا في البيت ولا في المدرسه ولا في الدوله، منتهى الصراحه. وهي متصل كده عمليه اللي انا بنزعج جدا لما نيجي الثانويه عامه والثانويه عامه والصحف المعارضه والمؤايده يصوروا لي الستات عمالين يعيطوا. قال هي دي بقى التعاطف مع الشعب، ان احنا نصور بنت او ام بتحضن بنتها عشان ما جاوبتش كويس في حساب المثلثات. دي رخاوه ما بتطلعش غير العنف، دي ما بتطلعش ناس مهذبين، تطلع عباره عن طبطبه ورشاوي، طبطبه ورشاوي. يعني الامتحانات دلوقتي رشاوي، غير بقى القيم الاخلاقيه. اما الاخلاق بتهتز في مكان بتسمع في مكان تاني. خد اخلاق الغش النسبه بقى، ولا تقول لي لا عنف ولا بتاع، النسبه توصل ل 40 و60 و70 وياخدوا الاعداديه من غير ما يفكوا الخط، وياخدوا الدبلوم البتاع من غير ما يكتب اسمه وحواديت كده. وكتير وخصوصا بقى الناس المهمين، يجي الواد من دول مثلا من المنيا بني بصار معرفش ايه، اقول له ها، يقول لك الاعداديه الصنايع، هتلاقي ابوه مثلا رئيس مجلس المدينه، يقول له بالغش ولا من غير غش؟ يقول له حضرتك عارف كل حاجه. ببساطه شديده جدا. لان ايه مش عارف يجمع، يقول لك بالغش طبعا، حاجات كده يعني، ويتنافسوا ويتنافسوا مين اللي غش. اما يكون الامان، المدرس كان زمان بجد قدوه، يعني قدوه اخلاقيه، عربي قدوه، انجليزي قدوة، جغرافيا قدوة، علوم قدوة. كنا نفرح ان احنا ننتمي الى هذا الشخص، وهو كان يحبنا مش بس يزعق. عملية الحقيقة الرقابة، انا بنبه ان الرقابة ما هيش تجسس، الرقابة رعاية ومسؤولية وضبط وربط، رعاية ومسؤولية وضبط وربط. فمسألة الرقابة مش ان انا، كان زمان في لكل دور في واحد اسمه مشرف، مشرف الدور ده مسؤول عن الدور. كان المدرس لما يطلع تلميذ يقول له روح على المشرف علشان يبلغه كذا كذا كذا. فهذا النظام الهيراركي الجيد جدا دلوقتي مختفي من البيت ومن المدرسه. ما ينفعش الولد مش ملوش كبير، يعني له كبير بمعنى ايه؟ بمعنى العقاب، والعقاب من غير مناسبه وحاجات. دكتور يحيى، هل تعتقد انه نتيجه ان ده بقى موجود في الكبار هو نفس المشاعر اللي عند الصغيرين عند الكبار على فكره دلوقتي؟ ايوه. يعني هل ده اثر عليهم؟ ده صحيح، بيتنقل من غير ما تفتح بقك. هقول لك حاجه، لما الاب يبقى مهزوز، الراجل مهزوز، ما فيش رجاله دلوقتي، ما انت عارف ولا في؟ لا ما اقدرش الكلام ده، قول انت. لما الاب يبقى مهزوز ما يملاش عين الولد، الواد يطلع مهزوز، ما هو عايز حاجه تبقى. يعني عايز يلعب على الحته دي يا دكتور يحيى، ممكن الولد يلعب على الحته دي، يعني الولد يلعب على المنطقه دي، على ان والده مهزوز، فيبتدي ان هو ايه، عارف ان مثلا ابوه لو قال له كلمه كده هيوافق معاه، ولو قال له كلمه كده هيوافق معاه، فيبتدي هو يلعب بالحته دي ويستغلها، يستفيد ويلعب على حضراته حتى لو ضد اخواته. نقدر نقول دكتوره هبه ودكتور يحيى انه اللي حاصل للولاد النهارده نتيجه اللي حاصل لنا احنا ككبار برضه. بصراحه بصراحه. طب خلينا المساله عايزه خلينا دكتور يحيى نشرح ده بعد الفصل. بعد الفصل.